آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله يبعدنا عنهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات. أي والله الوالد كان يقول أسألك وجهك الكريم في الدوس العليا ورؤية نبيك الكريم اللهم صل محمد وعلى صحبه وسلم. أسألك من الخير على كل عاجل واجل وأعوذ بك من شر سوتشي لعاجل واجل ما علمنا منه ولا نعلم. ونسألك رضا الوالدين. صدق الله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.